مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية بدرجات الحرارة المنتظرة لهذه الليلة بحول الله تعالى، 23 درجة على الجزائر العاصمة وضواحيها، 24 درجة على منطقة عنابة والقلعة، 23 درجة نجد على منطقة وهران، 24 على منطقة تلمسان، المناطق الداخلية الشرقية 21 درجة على أبواب الصحراء، 26 درجة، 27 درجة نجدها على منطقة حاسي مسعود، 25 على منطقة بشار، 27 على منطقة تندوف، 29 لا تتعدى ما بين أضرار ورقان وعين الصالح، بينما على الهجار والتصلي 25 درجة، بينما على أقصى الجنوب على برج باجي مختار وعين قزام 26 درجة. بالنسبة لحال الطقس لصبيحة الأربعاء بحول الله تعالى مشاهدينا الكرام، الأجواء سوف تكون ملبد على السواحل وكذلك على المناطق الداخلية، بينما على الجنوب مشاهدينا الكرام سماء صافية باستثناء أقصى الجنوب وكذلك على منطقة تندوف سحب منعزلة. ننتقل إلى درجات الحرارة لصبيحة حتى الأربعاء مشاهدينا الكرام، 24 على الجزائر العاصمة كذلك على منطقة عنبة والقالة، 24 كذلك ندوي على تلمسان، 25 على منطقة وهران. بالنسبة للمناطق الداخلية الوسطى على منطقة تيزي وزو والبويرة 22 درجة، 27 على منطقة بشار تندوف 26 درجة لا تتعدى وسط الصحراء وأضرار ورقان 29 درجة. بالنسبة للهجار والتصلي كذلك 26 درجة، بينما على أقصى الجنوب 26 درجة كذلك على برج بجي مختار وعين قزام. ننتقل مشاهدينا الكرام حالة طقس لظاهرة الأربعاء بحول الله تعالى، سماء ملبدة على السواحل، بينما على المناطق الداخلية الوسطى سحب منعزلة مرفقة برعود، بينما على الجنوب الكبير سماء صافية باستثناء أقصى الجنوب سحب منعزلة مرفقة برعود عفوا. ننتقل إلى درجات الحرارة لظاهرة الأربعاء مشاهدينا الكرام، 32 درجة على الجزائر العاصمة، 34 درجة على منطقة تلمسان، 35 نجدها على المناطق الداخلية الوسطى سواء شرقية أو غربية، على أبواب الصحراء 41 درجة على منطقة غرداي، 44 على منطقة بشار، 44 كذلك نجدوها على منطقة تندوف. بالنسبة لوسط الصحراء وأضرار ورقين 46 درجة للهجار والتاصلي اللي تتعدى ما بين 38 إلى 37 درجة. أقصى الجنوب مشاهدينا الكرام 43 درجة على منطقة برج بجي مختار وينجز. إذا بالنسبة للبناحة والصيد البحري مشاهدينا الكرام، البحر سوف يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، 15 إلى 20 كيلومتر في ساعة على طول الشريط الساحلي، بينما اتجاهات الرياح سوف تكون شمالية شرقية. نختم نشاطنا الجوي مشاهدينا الكرام بشروق وغروب الشمس كما عودناكم، الشروق على 6:19 دقيقة، الغروب على 7:19 دقيقة. إلى هنا نختم نشاطنا الجوي مشاهدينا الكرام، في أمان الله.